السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. في هذه الحصة إن شاء الله، خاصة بأنشطة داعمة تقومون بإنجازها، سنقوم بتصحيحها الحصة المقبلة إن شاء الله. التمرين الأول: أحيط بخط أخضر الأشياء التي تنتج الريح، وبخط أحمر الأشياء التي تحتاج للهواء لتشتغل. ننتقل إلى النشاط الثاني: أصل بخط كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية باسمه: مصباح، أسلاك الربط، عمود، قطع التيار، غمد. إذا ركزوا جيدا قبل إنجاز التمرين، سنقوم بتصحيح الحصة المقبلة إن شاء الله. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.